السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الدرس الخامس في المفهوم الاول في الوحدة التالتة. معانا النهاردة نشاط رقم 9 ونشاط رقم 10. بس في البداية قبل ما ناخد الانشطة حابة اشكر كل حبايبي الطلاب واولياء الامور على تفاعلهم معانا باللايك والكومنت والشير لزمايلهم. يلا بينا النهاردة ندخل في درسنا النهاردة وهو درس الأنظمة البيئية المائية، ده عنوان النشاط رقم 9. عندنا زي ما احنا تعرفنا سنة 5 ان الأنظمة البيئية المائية دي بتختلف في الخصائص، يعني هي مش كل الخصائص بتاعتها واحدة، زي بالظبط كده ما بتختلف برضو في انواع الكائنات اللي بتعيش فيها. يعني مثلا هنلاقي هنا ان الحيتان بتعيش في المحيطات، ولكن قناديل البحر بتعيش فين؟ في البحار. لكن هما الاتنين سواء الحيتان او قناديل البحر ما تقدرش تعيش في البرق، فكل كائن حي ليه البيئة المناسبة ليه ليقدر يعيش فيها. يبقى احنا كده فهمنا مع بعض ايه؟ ان الانظمة البيئية المائية دي مختلفة في الخصائص، زي بالظبط كده برضو ما بتختلف في انواع الكائنات الحية اللي بتعيش فيها. طيب تعالوا بقى نتعرف دلوقتي على خصائص بعض الانظمة البيئية المائية. بما اننا ايه بنتكلم عن الانظمة البيئية المائية نفهم بقى خصائص بعض الانظمة دي. عندنا اولا كده هنتكلم على خصائص البرق، تمام كده؟ خصائص الايه؟ البرك، زي ما احنا شايفين في الصورة كده. نوع المياه في البرك هي مياه ايه؟ مياه عذبة. وحركة المياه مالها؟ حركة المياه راكدة، يعني المية مش بتتحرك فيها قوي، تمام؟ المية فيها بتكون ثابتة كده وراكدة. طيب يا ترى ايه هي انواع الكائنات الحية اللي ممكن تعيش في النوع ده من الانظمة البيئية المائية؟ هنقولك ان انواع الكائنات الحية اللي بتعيش فيها زي زهور اللوتس. طبعا احنا عارفين ان النباتات من الكائنات الحية، فعندنا هنا زهور اللوتس مالها؟ من الكائنات الحية اللي بتعيش في البرك. عندنا كمان بعض انواع الديدان، عندنا كمان السلمندر والضفادع، تمام كده؟ يبقى دي الكائنات الحية اللي بتعيش في البرك. طيب بالنسبة بقى للجداول المائية، هنلاقي بالنسبة للجداول المائية ديت ان نوع المياه فيها برضو عذبة، حركة المياه فيها مياه باردة سريعة التدفق، يعني مياه جارية زي ما احنا شايفين في الصورة كده بتبقى نازلة من اعلى الاسفل كده، تمام؟ يبقى الجداول المائية دي مالها؟ حركة المياه فيها سريعة، تمام؟ المياه بتتحرك فيها بسرعة. طيب يا ترى برضو ايه هي الكائنات الحية اللي تقدر تتعايش مع الجداول المائية دي؟ عندنا طبعا انواع من الاسماك زي سمك السلمون اللي احنا شايفينه في الصورة ده، وعندنا كمان السلور او القرموط، تمام كده؟ يبقى نقول تاني، الجداول المائية نوع المياه فيها عذبة، حركة المياه فيها سريعة التدفق يعني مياه جارية، الكائنات الحية اللي بتعيش فيها انواع من الاسماك زي السلمون او القرموط اللي هو السلور، تمام كده؟ يلا بينا نكمل خصائص بعض الانظمة البيئية المائية. عندنا هنا سنة 5 تالت نظام بيئي مائي معانا وهو البحار والمحيطات. نوع المياه بقى في البحار والمحيطات بتكون المياه مالها؟ مالحة. طيب حركة المياه؟ حركة المياه وقتها بتتحرك على شكل أمواج زي ما احنا شايفين في الصورة كده. المياه في البحار والمحيطات بتتحرك على شكل ايه؟ أمواج، يعني بيكون فيها مد وجزر. المياه فيها بتتقدم وتنحصر، يعني بترجع لورا وتعلو وترتفع، تمام كده؟ يبقى نقول تاني، البحار والمحيطات نوع المياه فيها مالحة، وحركة المياه فيها بتتحرك على شكل ايه؟ على شكل أمواج. طب يا ترى ايه بقى انواع الكائنات الحية اللي تعرف تعيش في البحار والمحيطات؟ هنقولك عندنا حاجة اسمها عشب البحر. عشب الايه؟ البحر. عشب البحر ده طبعا دي بتكون اعشاب موجودة في الايه؟ في البحار. عندنا كمان الدلافين، عندنا كمان نجم البحر اللي هو في الصورة عندنا ده، عندنا كمان السمك اسمه سمك المفلطح مثل سمك ايه؟ سمك موسى زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي كده. يعني ايه سمك مفلطح؟ يعني سمك مفروض كده والسمك بتاعه ايه؟ رفيع كده، مش ايه؟ مش تخين يعني. يبقى ده زي ايه؟ ده زي سمك موسى. طيب تعالى كده نشوف الملحوظة المهمة اللي عندنا دي. بيقول لنا هنا ان البحار والمحيطات دي تعتبر من اكبر الانظمة البيئية المائية المالحة. يبقى عندنا هنا يجي لك صح وغلط، يقول لك البحار والمحيطات تعتبر من اكبر الانظمة البيئية المائية المالحة، هتقول له طبعا الكلام ده صح. طيب عندنا هنا بيقول لك كمان ان مياه البحار دي بتتحرك باستمرار، وبتدور مياه المحيطات حول العالم في انماط تسمى تيارات المحيط. تيارات الايه؟ المحيط. يبقى مياه البحار دي مياه متحركة باستمرار وبتتحرك كمان حول العالم كله في انماط اسمها انماط ايه؟ تيارات المحيط. وان يوجد في البيئة البحرية العديد من الانظمة البيئية الاصغر. يبقى عندنا هنا البيئة البحرية بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها دي في انظمة كتيرة جدا اصغر من الانظمة اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، تمام كده؟ سنة 5
حلو جدا، يلا بينا بقى ننتقل للنشاط رقم 10 اللي هنسجل فيه الأدلة بتاعتنا كعالم. دلوقتي بقى سنة 5 هناخد مع بعض نشاط رقم 10 اللي هو سجل أدلة كعالم. ده طبعا الجزء ده بيكون مهم جدا في ايه، في الجزء الاختبارات العملي في مادة العلوم، تمام كده؟ يبقى ده مهم جدا في الجزء الايه العملي، بيكون امتحان عملي لوحده. طيب بيقول لنا هنا تعلمت أن الأرض تتكون من 4 أغلفة اللي احنا خدناهم، تكون مع نظام كوكب الارض. ايه هما ال4 أغلفة اللي احنا اتكلمنا عنهم؟ الغلاف الارضي والغلاف الحيوي والغلاف المائي والغلاف الجوي. طيب يا ترى ايه هو التساؤل اللي عندنا دلوقتي؟ التساؤل المهم عندنا اللي احنا بنسأله من اول المفهوم، كيف يتفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي على سطح الارض؟ والكلام ده طبعا احنا اتكلمنا وشرحنا فيه كتير في الدرس الاول. طيب عندنا فرضية، الفرض عندنا بيقول ايه؟ بيقول لنا هنا يعتمد بقاء الكائنات الحية التي تمثل الغلاف الحيوي والكوكب الأرض على التفاعلات مع الغلاف الايه المائي. يعني معنى كده ان الفرضية اللي عندنا المهمة اللي احنا شرحناها قبل كده في الدرس اللي فات دي فرضية مهمة جدا، وقلنا فيها ان بقاء الكائنات الحية، عشان الكائنات الحية تفضل موجودة اصلا على كوكب الأرض، لازم ولا بد يكون في تفاعل ما بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي لكوكب الأرض. قلنا ليه وقتها؟ قلنا لان الكائنات الحية زي الانسان والحيوان والنبات معتمدين اعتماد كلي على الماء، يبقى احنا ايه ما نقدرش نعيش من غير المية، لان المية هي سبب نمو النباتات، هي سبب استمرار الانسان على قيد الحياة. هل احنا نقدر نعيش من غير مية؟ طبعا لا، المية اصلا من المكونات الاساسية لجسمنا، تمام كده؟ وفي نفس الوقت ان الماء ده يعتبر موطن رئيسي واساسي لكائنات حية زي ايه؟ زي النباتات المائية اللي هي زي الطحالب وزي الاسماك، تمام كده؟ طيب تعالى بعد كده في تالت جزء ندخل على الدليل. ايه يا ترى الدليل والادلة اللي عندنا؟ هناخد مثال هنا على الضفدع ده، ان الضفدع ده هو اللي بيمثل لنا هنا الغلاف الحيوي، وعندنا هنا الماء ده هو الغلاف الايه المائي. لاحظنا العديد من الأدلة على اعتماد الكائنات الحية على الماء للبقاء. ومن هذه الأدلة ايه بقى من الأدلة ديت؟ ان بتعيش العديد من الكائنات الحية في بيئات مائية مثل البرك، حيث تجد كل ما تحتاجه للبقاء، تمام كده؟ تاني حاجة تعتمد بعض النباتات على ماء المطر للنمو والبقاء. ثالث حاجة يشرب الإنسان الماء كما يمارس بها الأنشطة الترفيهية مثل السباحة. ويبقى الكلام ايه؟ الكلام ده كله أنا لسه قايله لكم من شوية، إن احنا عندنا هنا إن احنا محتاجين الماء بشكل أساسي، والنبات كمان محتاجه، والحيوانات كمان ايه محتاجاها. وزي ما قلت لكم عندنا مثال هنا اهو اللي هو الضفادع. هنا الضفادع ديت بتعيش فين؟ بتعيش في البرك، وعندنا كمان النباتات بتنمو في البرك، تمام كده؟ طيب عندنا بعد كده بقى ندخل على جزء التفسير العلمي للكلام ده. طيب التفسير العلمي ده معناه ايه سنة 5؟ معناه يعني هنفسر له هو ليه الماء ده ضروري جدا في حياة الانسان والحيوان والنبات، تمام كده؟ هنقول له هنا ايه؟ تعتمد الكائنات الحية على التفاعلات مع الغلاف المائي للبقاء، حيث ان الماء بقى ماله؟ اول حاجة هنقول له ان هو ضروري للحياة. الماء ماله؟ ضروري للحياة، حيث ان الماء ده هو مكون اساسي للكائنات الحية، وهو بيستخدم في معظم العمليات الحيوية. زي ما احنا ما قلنا هو مكون اساسي للكائنات الحية، يعني اصلا النباتات بتنمو بالماء زي ما قلنا، الانسان ما يقدرش يعيش من غير ماء. تاني حاجة ان هو يعتبر مكان للعيش او موطن رئيسي برضو زي ما قلنا، بتعيش العديد من الكائنات الحية في البيئات المائية مثل البحار والانهار والبحيرات والبرك، وبتوفر هذه البيئات الظروف المناسبة للنمو والتكاثر والبقاء، زي ما قلنا الاسماك والطحالب والنباتات المائية وبعض الكائنات الحية بتعيش فين؟ بتعيش في الماء. طيب تالت حاجة ان هو وسيلة للتنقل. مش احنا نقدر نسافر عبر البحر، صح كده؟ يمكننا السفر ونقل البضائع عن طريق البحر والايه والانهار. رابع حاجة ان هو بيستخدم في الانشطة المختلفة، ان الماء ده احنا بنستخدمه في مختلف الانشطة، زي ان احنا ممكن نستخدمه في الانشطة الترفيهية زي السباحة مثلا، والانشطة الاقتصادية زي الصناعات وغير ذلك، تمام كده؟ سنة 5. وبكده نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة، وهو كان اخر درس في المفهوم الاول، مفهوم التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي. ياريت اللي مشافش الدروس اللي فاتت يرجع يشوفها، هيلاقي الرابط بتاعها في وصف الفيديو عشان يكون كامل معانا المفهوم بشكل كامل. استنوني بقى ان شاء الله الفيديوهات القادمة نكمل منهج العلوم مع بعض. لايك وكومنت وشير عشان توصلك دروسنا الجاية ان شاء الله. وكانت معكم مس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس.